لك سمو ولي العهد الله يحفظه قاد حربا على الإرهاب، يتواصل هذا الحرب اليوم على المخدرات. اليوم ذكرت في الكلمة الدعوة للتبليغ عن أي مروج مخدرات أو متجاوز، إذا في إضافة الله سلمك. أبدا، تعرفون آفة المخدرات آفة خبيثة جدا جدا، المستهدف فيها الشباب، وهذه الآفة يجب أن نقف أمامها صفا واحدا لإنقاذ الشباب من وقوع براثن هذا المرض الخبيث وهذا العمل اللا خلاق واللا إنساني الذي يمارسه أعداء الوطن وأعداء الشباب من أجل تدمير الشباب وتدمير الوطن في أغلى استثماراته وفي أغلى ثرواته هم الشباب. لا شك أن المخدرات محرمة شرعا ومجرمة نظاما ومنبوذة عند كل العقلاء، فلا بد أن نعمل وفق ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من التعاون على البر والتقوى، ومن هذا العمل الإبلاغ عن المروجين، الإبلاغ عن المتواطئين معهم، الإبلاغ عن المهربين، الإبلاغ عن المتعاطين أو الناشرين لهذا الوباء الخبيث للسلطات التي بإذن الله ستكون في المرصاد لجميع من يريد المساس بأمن هذا الوطن وبشبابه وبأهل هذا الوطن.